الأداء الأمني وفق أعلى معدلات الاستعداد والجاهزية أمر حاضر على مدار الساعة، تجاوبا مع احتياجات المواطنين والمقيمين، ومن أجل مواصلة أداء الرسالة النبيلة المتمثلة في حفظ أمن وسلامة الوطن. وفي هذا الإطار تعمل مديرية شرطة المحافظة الجنوبية على أداء المهام والواجبات المنوطة بها. منظومة أمنية متكاملة تتواصل خلالها الجهود الأمنية على كافة المستويات، وهدفها النهائي أمن وسلامة الوطن. في هذا الإطار تقوم مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بأداء المهام والواجبات المنوطة بها في مجال حفظ الأمن والتصدي للجريمة بمختلف أشكالها. طبعا عندنا فريق مختص بغرفة العمليات يكون يراقب الكاميرات على مدار 24 ساعة، ويقوم برسالة الدوريات وملاحظة الدوريات وأماكن تواجدها وتلقي البلاغات من المواطنين لسرعة الاستجابة وسرعة انتقال الدورية في نفس الموقع. تدريب وتأهيل الكادر البشري من ضباط وضباط صف وأفراد له الأثر الكبير على رفع معدل الجاهزية والاستعداد والقدرة على التعامل مع الأحداث والوقائع الأمنية، حيث شهدت الفترة ما بين الربع الأول من عام 2017 وحتى الربع الأول من هذا العام انخفاضا ملحوظا في معدل الجريمة. مهام وواجبات مديرية شرطة المحافظة الجنوبية تتمثل في تلقي البلاغات بكافة أنواعها، سواء نتلقاها من غرفة المراقبة الرئيسية أو من غرفة العمليات الخاصة بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية أو من خلال غرف العمليات اللي في المراكز التابعة لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، أو من خلال رصد المخالفات اللي ترصدها الدوريات شرطة المحافظة الجنوبية. وأيضا يعتبر من الواجبات اللي نقوم فيها هي تأمين الفعاليات بكافة أنواعها، سواء الفعاليات الدولية أو المحلية. للشراكة المجتمعية دور مهم في حفظ الأمن، لذا دأبت وزارة الداخلية على نشر الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال جهود توعوية مكثفة ساهمت في تعزيز الأمن والسلامة العامة، ليبقى الأمن والأمان واقعا مشهود.